عشان كده معانا في هذه اللحظات زميلنا العزيز ومراسل قناة الأهلي فاروق صلاح. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء الخير عليك أمير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طمنا يا فاروق، أخبار المران إيه النهارده؟ خليني أقول لك يعني ناخد الأول لو نتكلم على موقف المصابين في النادي الأهلي يا أمير. اتفضل. محمود متولي وعمرو السولية ومروان محسن. بالنسبة لعمرو السولية بيأدي جلسات اللي هي العلاج الطبيعي لإزالة الورم بصفة نهائية، يعني خلاص بصورة نهائية تم إزالة الورم من على قدم عمرو السولية. هيبدأ من الغد إن شاء الله إن هو يعمل جلسات تأهيل للحاق إن شاء الله بمباراة القمة. بالنسبة لمحمود متولي بيأدي برنامج التأهيلي، وأقدر أقول لك يعني بنسبة تقترب من 95% من الاثنين ان شاء الله يكونوا جاهزين. عايز اسمع فاروق يا جماعه مش سامعه. امير بالنسبه لمحمود متولي بيأدي جلسات التأهيل من اجل الاستعداد لمباراه القمه، نقدر نقول بنسبه تتجاوز ال 95% ان شاء الله ان محمود متولي وعمرو السوليه هيكونوا جاهزين لمباراه القمه ما بين باذن الله يا امير ان شاء الله يلحقوا المباراه بنسبه كبيره. مروان محسن بيأدي ايضا برنامج التاهيل، بس يعني مروان بنسبه كبيره بعيد تماما عن مباراه القمه. اكيد. بالنسبه للمران النهارده يا امير، المران انطلق في تمام الساعه الخامسه مستر ريني فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ في منتصف الملعب محاضره للاعبين وبعض التعليمات للاعبين وضروره التركيز في المرحله القادمه واهميه المباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك. وانطلق عقب هذه المحاضره انطلق المران الجزء البدني مع مستر توماس وعمليه التدخين بدون كره ثم بالكره ثم بعض التمرينات البدنيه لفريق اللاعبين النادي الاهلي. طبعا يعني زي ما انت عارف ان بيغيب عن النادي الاهلي مجموعه من اللاعبين المنضمه للمنتخب الفريق المنتخب الاول سداسي الشناوي واحمد فتحي وايمن اشرف ومجدي قفشه وحمدي فتحي وحسين الشحات الى جانب الرباعي اللي موجود في المنتخب الاولمبي مصطفى شوبير وصلاح محسن ورمضان صبحي وعمار حمدي. المران انتهى بتقسيمه ما كانتش في هذه الاثناء تقسيمه ما بين المجموعتين يشد تالق بشده في المران وليد سليمان واجاي وصالح جمعه وجيرالدو ايضا عربي بدر اللي اشاد بيه مستر فايل. هو جيرالدو ما سافرش يا فاروق؟ نعم يا امير. جيرالدو موجود ما سافرش مع منتخب؟ جيرالدو موجود واليو ديانج موجود باستثناء المجموعه اللي قلنا عليها الى جانب علي معلول يا امير والمجموعه اللي منضمه المنتخبات الوطنيه، لكن باقي اللاعبين موجودين. طيب ماشي. يا امير المران زي ما قلنا اللي انتهى بتقسيمه في هذه الاثناء انا بكلمك يا امير خلاص انتهت التقسيمه. مستر ريني فايلر بيوجه بعض التعليمات للاعبين يعني بعض الامور الفنيه طبعا مش هنقدر ان احنا نخوض فيها بتفاصيل اكتر. اكيد. لكن حاله جاهزيه من لاعبي النادي الاهلي حاله من ارتفاع المعنويات للاعبي النادي الاهلي في انتظار مباراه القمه ان شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق. يعني قبل يعني من بعد عقد انطلاق المران كان كابتن سيد عبد الحفيظ برفقه الكابتن سمير عدلي توجه لمقر اجراء القرعه ان شاء الله قرعه دوري الابطال اللي نتمنى ان شاء الله توفيق في القرعه للنادي الاهلي كممثل للنادي الاهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ الكابتن سمير عدلي. ايضا من ضمن الاخبار اللي هناك كبير النهارده في المران ان غدا زي ما كل جماهير النادي الاهلي عارفين احتفاليه درع الدوري ان شاء الله وفوز النادي الاهلي ببطوله الدوري وتم توجيه وتم التاكيد ان تم توجيه الدعوه لكل من شارك في البطوله سواء من اجهاد فني سواء من اللاعبين. اللاعبين ايضا اللي كانوا على خرجوا على سبيل الاعاره او اللعيبه اللي انتقلوا لفرق اخرى تم توجيه الدعوه ان شاء الله للاحتفال بدرع الدوري البطوله المحببه والبطوله المفضله للفريق وكل جماهير النادي الاهلي تبقى غدا بمشيئه الله يا امير ان شاء الله باذن الله. ماشي يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي.